السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلم اللغة الفرنسية، دائما مع سلسلة جملة كل يوم. هذا الصباح أيضا سوف نرى جملة بسيطة ورائعة وأكيد ستحتاجونها في كلامكم اليومي. وجملتنا لهذا الصباح هي: أنا لا أتحمل أن يهينني أي أحد بهذا الشكل. نعم جيد، كالعادة توصلت بأجوبة كثيرة وعديدة ومشاركاتكم كانت جد رائعة ومجهودكم كان جد طيب. أعتذر لعدم ذكر الأسماء التي شاركت معنا وذلك لتنقلي خارج المنزل. وبالنسبة فقط كإشارة، كنت مؤخرا طلبت منكم، أعطيتكم رقم هاتف واتساب خاص بي وطلبت منكم أن تضعوا بعض المقاطع الفيديو التي ترحبون بها بأصدقائكم فقط كتعارف. كنت أنوي أن أجمع تلك المقاطع وأضع على شكل فيديو في القناة لكي تتعرفوا على بعضكم وكي تلقوا التحية على بعضكم على القناة، لكن كثيرة هي التي ساهمت، وأنا سعيد بتلك الأشخاص التي أعطتني سواء فيديوهاتها أو حتى مقاطع أوديو. مثلا تعرفت على جابر، تعرفت على برهان الدلبي، تعرفت على آية، على فاطمة مبيد، حتى أنني فقط سمعت صوتها ورأيت صورتها، ولكن جيد ورائع، وهذا صراحة أفرحني. لهذا لم أضع ذلك الفيديو لقلة المقاطع، فألغيت ذلك الرقم ولم أعد أتواصل به، هذا هو السبب. الآن نعود لجملتنا التي تكلمنا عنها. نعم قلت لكم ما توصلت بأجوبة كثيرة وعديدة ومشاركاتكم كانت جد رائعة، لكن قانون المسابقة يقول بأن هناك دائما فائز واحد، والفائز هذه المرة ليس بفارق التوقيت. نعم الصغيرة آية تبهرني كل يوم، مجهودها جد طيب، مستواها في تحسن، هي أول شخص أعطاني جوابا صحيحا، رغم أن كان هناك شخص قبل منها أظنها فاطمة الزهراء رشيد أو رشيدي، لكن كان هناك خطأ في جملتها، استعملت فعلا خطأ، استعملت أوميلي تعني التهميش أو الإهمال، لا تعني الإهانة، لهذا اعتبرت جواب آية je ne tolère pas que quiconque m'insulte comme ça، رغم أن هناك خطأ بسيط في كلمة tolère، كما تلاحظون e accent خطأ، ليس هكذا تكتب، ولكن سوف نتكلم وسوف تروا الصحيح، لكن مبروك يا آية وجيد. الآن نرى جملتنا، قلنا أنا لا أتحمل أن يهينني أي أحد بهذا الشكل. أنا لا أتحمل، هنا في هذه الحالة يمكننا أن نستعمل فعلين هما الأكثر صوابا وهما le verbe supporter أو tolérer. Je ne tolère pas، أنا لا أتحمل. Je ne supporte pas، كلا الفعلين صحيح بالنسبة نعم je ne tolère pas، je ne supporte pas أن يهينني أي أحد. أي أحد بالنسبة لعبارة أي أحد، أحسن عبارة أنا أجدها هي quiconque je ne tolère pas que quiconque m'insulte de cette façon ou m'insulte comme ça، كما كتبت آية. فقط للإشارة هناك منكم من يعني تعمد حذف pas في الجملة ظنا منه أنه خطأ، لا يمكننا أن نقول je ne tolère pas que، وأيضا je ne tolère que personne، je ne tolère que personne. يمكننا في هذه الحالة أن نحذف pas لأن عبارة personne نقول ne personne، يمكن أن تعوض لنا je ne tolère pas، لكن إذا كتبنا je ne tolère pas que هي الأصح، لكن بالنسبة للأشخاص الذين حذفوا pas في هذه الحالة سوف نكتب je ne tolère que personne، أنا لا أتحمل أو لا أتحمل أن يهينني أي أحد. Je ne tolère que، je ne supporte que personne، je ne supporte que personne، je ne tolère que personne. فقط يجب الانتباه بأن هنا نتكلم في الحاضر، أنا لا أتحمل، لهذا من الضروري تصريف الفعل le verbe tolérer أو supporter في الحاضر الدلالي. Je ne tolère ou je ne supporte pas que quiconque ou je ne tolère ou je ne supporte pas que
quiconque m'insulte أن يهينني. بالنسبة لعبارة يهينني أحسن عبارة هي أن نستعمل الverb insulter. insulter هناك من استعمل humilier. humilier تعني أن يهملني أو يهمشني. التهميش ليس هو الإهانة، رغم أن التهميش في بعض الأحيان قد يعتبر أو يكون بمثابة إهانة، لكن في هذه الحالة نستعمل الverb insulter. Je ne tolère pas que quiconque m'insulte de cette façon ou comme ça. جيد. ما أطلبه منكم دائما هو الانتباه إلى أزمنة تصريف الأفعال، فهذا جد جد مهم، فهذا يجعلكم يعني في السياق الصحيح للجملة. هناك أيضا من كتب من استعمل الverb pouvoir je ne peux pas tolérer أو je ne peux pas supporter. أيضا يمكن أن نعتبرها نوعا ما صحيحة، نوعا ما صحيحة، رغم أن نعم. أفضل هناك من كتب أن نقول نستعمل الفعل مباشرة، نقول جنو طلاقة أو جنو صحيحة، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين كتبوا جنو بوبا سيبورتي نوعا ما جوابكم صحيح، ليس خطأ، ولكن إذا قمنا بمقارنة أي العبارتين أكثر استعمالا يعني احتفاظ بأكثر زمن الجملة أو الأصح، وهي تتحدث في الحاضر. إذا كان جملتك التي سوف عن شيء تسمعونها في كثيرا ويستعملها في حتى الفرنسيين كثيرا، كان عن شيء مرة لن في الماضي فيجب أن لن تسمعوا أبان جوكوني أن كور الماضي. هذا هي صحيحة الفرق. لغويا أقول لكم وهذا كما قلت لكم هذا، ولكن أنا أفضل ضروري أن أستعمل دائما أنا جوكوني. هناك نقاط ضرورية أركز عليها في الجملة شيء آخر تكون جملتكم بسيطة، هنا كما تلاحظون أن تبحثوا عن البساطة في جملتكم، فهذا يجنبكم الأخطاء ويجعل جملتكم أكثر هذا حاضر دلالي، يجب الانتباه. نعيد من البداية. بالنسبة للverb connaître هو أصلا يتكون من أي، لهذا عند تصريفه في الحاضر الدلالي يكون نهاية الأعلى الشكل هذا حاضر دلالي وليس لامبارفي، ليس الماضي الناقص. جميع هذه السياغ التي ذكرت كلها صحيحة، فقط تنتبهوا لأن هناك من سوف يرى جو كوني سوف يقول هذا امبارفي أو لامبارفي زمن يعبر عن الماضي، بهذا جملتنا هنا في الحاضر أنا أعرف إذن هذا خطأ. لا حتى أنه يمكننا حتى حذف عبارة كومسا أو بسات فاسون، ولكنه ليس أيضا جملة الماضي الناقص لامبارفي هذا الحاضر التلالي. أنا لا تحمل أن يهينني أصلا، جيد، ليس فقط بهذا الشكل، ولكنني لا أتحمل أن يهينني أي أحد بهذا الشكل أو بغيره أو بشكل آخر. خطأ. المهم أنني لا أتحمل. يمكن حذف تلك العبارة في الأخير هذين وتبقى جملتنا أيضا صحيحة 100%. أيهما استعمل وأنا لدي درس خاص في هذا الاتجاه، إذا توقفنا هنا وهو موجود في القناة، وبالنسبة للأشخاص الذين لازال لديهم مشكل في هذا فليلجأوا ويبحثوا في القناة، فهو درس بسيط ورائع. لن تغير من الجملة بالنسبة للأشخاص الذين نعم بهذه الطريقة أظن بأننا رأينا كل شيء يهم هذه الجملة. يبقى فقط مبدأ السلسلة ماذا جميعا رددوا الجملة أكثر من مرة حتى تترسخ فقط أن ترددوها أكثر من مرة، وأفضل بصوت مرتفع كي تترسخ في ذهنكم وتتقنوا طريقة نطقها. نعم الآن في الأخير وصلنا إلى مرحلة جملة جديدة في الجملة كالعادة. أتمنى أن أحب شرب الشاي في الصباح لهذا اليوم قبل بدء العمل، أن فهذا يساعدني على التركيز بهذا أكيد الشكل. أن أي شخص لديه عادة أو شيء يقوم به للتركيز في عمله لكي يكون في أحسن حالته، أنا شخصيا أنا أحب شرب أتحمل الشاي في الصباح قبل بدء العمل، فهذا الشكل يساعدني نعم على التركيز. بسيطة ورائعة. وأكيد أكيد هذه الجملة أيضا هي بسيطة وسنستفيد منها كلامنا اليومي، وسوف نستفيد منها كثيرا. سوى البحث أنتظر الجاي. بحثكم وأنتظر جملكم بفارغ الصبر، وكالعادة هناك خطأ بسيط في الجملة التي تكلمنا عنها اليوم، أنتظر أيضا إن شاء الله ونعم في الأخير نعود اقتراحاتكم أو أنتظر بحثكم للخطأ.
فوز. وفي الأخير نعود ونقول مبروك مرة أخرى لآية، فقط انتبه يا آية هذه المرة الثانية التي تخطئين في استعمال أكسنت، وذكريني بأنتي بأي فوز وصلت له قليلا رغم أنه خطأ بسيط تجاوزت عنه، ولكن جملتك كانت صحيحة ومجهولك كان جد طيب يا آية. على هذا هكذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم، على أمل لقاء بكم مجددا. دمتم في رعاية الله.